السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي نشوف ازاي نتعامل مع المسنج. طيب وانا برسم مسنج ساعات بحتاج ان انا يبقى عندي زي خطوط تساعدني في الرسم، فهقول له انا عايز ارسم ريفرنس بلين واحد مثلا بالشكل دوت واخر بالشكل دوت، واديهم اسم ليهم، يعني خلي ده مثلا اسمه واحد وده اسمه اتنين. طيب بعد كده هروح انا المسنج سايت واقول له انا عايز اعمل بليس ماس، وبعد كده هقول له انا عايز ارسم مثلا على ريفرنس بلان 1، فبيقول لي اختار الحاجه اللي انت ترسم عليها في ال 3 دي او في الاليفيشن زي ما انت عايز. طيب هقول له وريني الحاجه اللي انا هرسم فيها، واقول له انا عايز ارسم اللاين بتاعي مثلا من هنا لهنا، ده القوس بتاعي بالشكل ده. وبعد كده هقول له انا عايز ارسم خط تاني، هقول له انا عايز ارسم ست، واقول له انا عايز ارسم على الريفرنس بلان 2 اللي هو دوت، واقول له اوكي، وتبدا ترسم بقى ايه الخط بتاعك من هنا لهنا بالشكل دوت، خليه اكبر منه شويه. وبعد كده تقدر تعمل سيلكت على ده وده وتقول له كرييت فورم، فيبدا يوصل بينهم. خليها شويه في 3 دي حاجة مثلا بالشكل دوت. طيب ممكن بعد كده تيجي تعمل سيلكت للشكل دوت وتقول له انا عايز اقسمه، يبدا يقسمه لك. الارقام دي انت مش ملتزم بيها، تقدر تغير زي ما انت عايز، يعني تخلي ده مثلا 9 وتخلي ده مثلا 8 اللي هي التوزيع في الافقي وفي الراس، خليها 7 بالشكل دوت. طبعا كل ما بتكبر عددهم كل ما بتصغر ويبقى عددهم اكتر زي ما انت عايز. طيب انا دي كلها بتقسمها مربعات، ممكن تيجي هنا وتختار باتر مختلف، يعني مثلا لو اخترت كده خلاص هو قسمها لك على هيئة مثلثات، خليها 22 وخليها 13، هتلاقيها مثلا معاك بالشكل دوت. طيب لو انا عايز اعمل باتر خاص ليا، فهاجي هنا واقول له فايل، واقول له ان انا عايز اعمل فاميلي معينة، واقول له نيو فاميلي، وبعد كده هبدا اختار جينيريك موديل باتر بيست، واقول له اوكي. بعد كده هاجي اختار الباترن جريد بتاعي واقول له من هنا انا عايز اختار مثلا حاجه مثلا بالشكل دوت بالشكل دوت، في اشكال جاهزه كتير تقدر تختار منها. لحد ما تلاقي الشكل اللي شايف ان هو مناسب لحاجة انت عايزها، مثلا ده كويس مثلا. طيب انا عايز ابدا ارسم حاجة تمشي مع الشكل دوت، فهقول له موديل وابدا ارسم مثلا دايرة، عايز ارسم دايرة ماشية عمود على الخط دوت، فهقول له ست، وابدا اختار الحاجة اللي انا عايز ارسم عليها. وبعد كده هقول له انا عايز ارسم التالت تحت هنا بالشكل دوت، وبعد كده هعمل سيلكت على الشكل ده وعلى الدايره واقول له كريت فورم، فبيبدا يعملها لي بالشكل دوت. تقدر ترسم اي حاجه داخليه زي ما انت عايز، وبعد كده تقول له لود انتو بروجكت، وبعد كده تعمل سيلكت هنا وتبدا تشوف، هتلاقي مثلا فاميلي 1 بالشكل دوت، هتلاقي شبه في السي دي، وانت عملت اهو حاجه بالشكل دوت. تقدر تعمل سيلكت في اي وقت وتغير الرقم لو انت حابب، لو انت حاسس ان الحاجة مثلا عايز تكبر عايز تصغر فتقدر تتحكم فيها بسهولة. طيب خليها مثلا 20، طبعا تقدر تعمل سيلكت وتقدر تدخل تغير في الماتيريال زي ما انت عايز.